هذه الحملة الوطنية لتعقيم المساجد وتطهير محيطها وتنظيفها لكي نعطي صورة ورسالة لكل مواطنين جزائريين بأننا مأمورون شرعا وقانونا وعرفا وامتثالا لكل التدابير الصحية الوقائية التي تحمينا من هذه الجائحة القاتلة. ينبغي أن نبقى على هذا السلوك، على تنظيف محيطنا، على تنظيف أنفسنا، على ارتداء ويعني وضع الكمامات. يعني هذا ليس معناه أننا بعد العيد سنفتح المساجد، ليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود أن نقول للناس بقدر ما التزمنا بالحجر بالتدابير الصحية والتدابير الوقائية سنقلص مدة الحجر.